بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. الصف الثالث: لا يعرف القرآن إلا في رمضان. لا يعرف القرآن إلا في رمضان، بمعنى أنه عند المصحف وأبدا ما يفتح المصحف إلا إذا دخل شهر رمضان. قلت يعني أن رمضان شهر القرآن وشهر التلاوة، وبدي أعطيك يعني شي معلومات حسنة وصحيحة، وأن الله سبحانه وتعالى نزل القرآن في رمضان، وأن السلف الصالح كانوا يتركون الفتوى والعلم ويعكفون على قراءة القرآن في رمضان كما ثبت عن ابن مالك وغيره. قلت يعني هذا شهر القرآن، لا يعرف القرآن إلا في رمضان. لكن شوف الفرق بين الصنف الأول وبين الصنف الثاني وبين الصنف الثالث وبين هذا الصنف اللي هو الصنف الثالث، هو لا يعرف القرآن إلا في رمضان. واش هذا اللي غادي يقرأ القرآن في رمضان ويسد المصحف ويسد عليه ويقول لك اختار رمضان الآخر على نقرأ القرآن، واش هذا عنده فعلا منزلة عظيمة في نفسه للقرآن؟ واش هذا فعلا حياته عندها يعني واحد اتصال وثيق بالقرآن؟ أبدا، هذا ما عنده شيء يعني لا قيمة ولا قدر ولا إجلال للقرآن. ثم حياته تبقى دائما بعيدة كل البعد عن كتاب الله جل وعلا.